تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري للأشقاء في ليبيا، وكذلك في إطار تضامن مصر مع الشعب الليبي العريق في تخفيف آثار الإعصار المدمر، أقلعت أمس 3 طائرات عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية تشمل الأدوات والمستلزمات الطبية. كما شملت المساعدات أعدادا من أطقم البحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر. نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم لضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدثت في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حدثت لأشقائنا في ليبيا. إحنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجوية جوا يعني أو بالقوات البحرية في البحر أو برا، لأن حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبه دي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بتقديم الدعم الفوري والاغاثه الانسانيه لدوله ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أطلعت أمس 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم البحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية. وقد وصلت الطائرات إلى قاعدة الأبراق الجوية تمهيدا لوصولها إلى المناطق المتضررة بدولة ليبيا الشقيقة. كما تم تجهيز عدد 10 طائرات من طراز شينوك وأوجستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبي الجوي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ. فضلا عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كافة المصابين والضحايا لنقلهم إلى المستشفيات لتقديم الدعم الطبي اللازم. تأتي تلك المساعدات في إطار جهود مصر الهادفة لمساندة أشقائها لتجاوز كافة الكوارث الإنسانية والحد من تداعياتها على أبناء الشعوب العربية.